زينب المالكي. عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وين ما كنتوا. شكرا لكم ديما الاختيارية فام لاستماعكم لينا وجودكم معنا يوميا من ماضي ساعة ونص حتى الماضي ساعتين. برنامج اسمه مع الناس من جهتكم انتوما، ويتلقى شهاداتكم يوميا وسعداء بالأعداد الكبيرة اللي تبع البرنامج هذايا في كل يوم، وعلى مساج اللي يوصلونا ديما على 58 550 707. حلقة جديدة من مع الناس، حلقة نهار الخميس 21 أبريل 2022. مرحبا بكم الناس الكل. انتم تسمعوا في مع الناس مع زينب المالكي. لنحدد الدات، هي نهار الخميس 21 أبريل 2022. خاطر اسمعها 28، أمين قال لي مازال بكري شوية. عندك الحق، المخرج الجميل كالعادة، كل الفريق موجود باش نحكي وعلى شهادات متاعكم. نبدأ بنعروس وتحديدا المدينة الجديدة، وباش نحكي وعلى حالات اجتماعية كارثية يوصفوها زوز من الشهود. 5 عائلات يعيشوا تحت خيمة، يحكيوا لنا عليهم من بعد شوية لهنا في مع الناس. مرة أخرى حكاية العنف داخل الملاعب، المرة هذه بين جماهير السياسات وقوات الأمن. مرة أخرى قضية عمر العبيدي، ربي ظهر حقه، وجماهير تتعاطف مع القضية هذية ويلقوا رواحهم في مواجهة مع القوات الأمنية. حكاية المشجع مهدي نحكي معاه بعد شوية لهنا في مع الناس. في القيروان مجموعة من الشباب يحبوا يفرحوا الصغيرات اللي موجودين في السبيتار باش يفرحوهم زادا هما بالعيد، حتى لو كان يتعداو بأيام صعيبة. بعد شوية نتعرفوا على المبادرة متاعهم. هذا الكل في حلقتنا لليوم، وقبل خلينا نمشيو لبنعروس كيف ما قلت. باش نبداو بالحلقة هذية من مدينة بنعروس والمدينة الجديدة، ونحكيو كيف ما قلت على حالات اجتماعية كارثية هكا يوصفوها الشهود عيان. 5 عائلات يسكنوا في خيمة يفتقروا لأبسط مقومات العيش الكريم. العائلات هذوما تفطنت لهم ريم هي وزوجها، كانوا يهزوا في شوية يمكن يعاونوا في ناس أخرين زادة مستحقة في المنطقة، ويكتشفوا هالعائلات هذية كيفاش قاعدة تعيش. ريم تقول أنه فما عائلة متكونة من 8 أفراد معظمهم أطفال، يسكنوا الكل في وسط خيمة أكثر من عام، حالتهم كارثية. مرة أخرى تعاود الكلمة هذية، العائلات هذوما مورد رزقهم الوحيد هو جمع الدبابز ويبيعوهم باش ينجموا ياكلوا كل يوم. معانا ريم باش تحكي لنا أكثر على راتو وحالة العائلات هذوما، وكيفاش نجموا يمكن الناس اللي قاعدة تسمع وتحب تعاون كيفاش نجم تعمل. مرحبا بك ريم. عسلامة زينة. شكرا لك ريم. لاباس الحمد لله، ميرسي لي أنت موجودة معانا يا ريم، وشكرا لك على تقديم الشهادة هذية. أحكي لنا كيفاش لقيت هالعائلات هذوما وشنو اللي ريتو بالضبط؟ والله هي بالصدفة، كيف ما قلت لك، بون تعودت انا وزوجي، بون عندنا اصحابنا نلموا شويه اعانات نحطوهم في اسمي سبيسيالمون، قلت له باش نحطوا في الكهرباء ونبداو ندوروا ونشوفوا، خاطر حالات فقر ولات معقده بصفه غريبه برشا في حالات الاحواز نتاعنا. قلت من غير ما نبعدوا لبعيد، من غير ما نمشيو للجمعيات، من غير ما نمشيو لحتى بقعه، نشوفوا اللي دايرين بينا لهنا. بون مشينا الكهرباء، يعرضونا ساعات هكاك الناس يقفوا نسألوهم شنو عائلتك وكل شيء، اللي نلقاوه معناها يسحق نعطيوه مكتب وكل شيء ونتعديو. كي احنا ماشيين في الطريق لفتوا انتباهي زوج صغار هذوما، مشينا ورجعنا زادوا عاودوا عرضونا، قلت بربي خلينا نمشيو لهم زوج صغار. مشينا لهم قربنا لهم، لقيت حاله رسمه معناها الطبليه واللبسه والشعر والوجه والكرتابه، حاله مساكن يرثى للناس. قلت لهم مين تسكنوا؟ قالوا لنا احنا لهنا. نشوف انا في سور دو عنا هكيك ارض طيبه وفما هكا سور مكسر وكل. قلت لهم باهي امشي وخلينا نتبعوكم، وتبعنيهم. لقاو مشهد فريمون مشهد كارثي. 5 عائلات تحت خيم بلاستيك شوالق، اصلا بالكهرباء ما تنجمش توصل تلمون، معناها ما تنجمش تمشي تلمون، معناها شيء وفضلات موجوده في كل بقعه. وصلنا غاديك الخيمه لهنا نلقاو زوج صغار، قلت لهم باهي اوكي وين بوكم امكم مين؟ قالوا قاعدين يدوروا ماهمش لهنا مش موجودين. دخل رجلي للخيمه شايفه هكا شويه معناها تاسفنا فريمون، منظر قلت لك مش نورمال. هبطني لهم مكتب وبعديك قلنا لهم وقتاش يبداو موجودين؟ قالوا ما يجيو كان معناها مأخر. عندنا نهارين رجعنا لهم السته نتاع العشيه، لقينا الصغار الكل موجودين، لقينا 7 صغار كهواء، الطفل قالوا مشي مع امي في الزبابز، لقينا البو غاديكا، قعدنا نحكيو معاه، قلت له شنو هو الوضعيه لهنا؟ وربي يوري فيا الصغار، وقال لي هذايا ديجا عمره 6 سنين، مازال مش مقيد،
مازال مش مقيد اصلا، معناتها البلاد هذه ما تعرفش اللي الطفل هذه موجود فوالا الوليده نتاعو مش مرسمه اصلا. ديجا قلنا له حضرنا الاوراق نتاعنا ونحن معناتها بدون القاء حتى احكام على حتى حد، على خاطر حتى واحد ما هو مخول ان يلقي الاحكام هذه. سالتهم علاش علاش مثلا ما قيدش ولده ولا ما شو فوالا، قال مشيت انا بعد مشيت بعد 8 ايام بيان سور ما يقعدوش بالقانون، لازم تمشي تعمل قضيه في المحكمه. كي مشي وقالوا لي لازم تعمل قضيه في المحكمه، قعد على روحه ما وصلش، كي ما فماش حتى انسان باش يفيق بها الوضعيه هذيك. شكون معناها الاشعار من شكون باش يصير هو؟ معناها نورمالمون المجتمع المدني حتى حد ما يفيق بها الوضعيه. مشينا نحن بصدق فسقنا بها، قلنا له حضر الاوراق واحنا تو نتكفلوا ونصبوا له ونرسموا له الولاده نتاعو غاديكا. قلت له باهي تحبش نسمعوا صوتكم ما نسالش نصور، قال لي هيك عمتهم بحذاهم صوروا ووصل لنا صوتنا. بالطبيعه احنا تصور قاعدين نعرضوا فيهم من غير ما نظهروا الوجوه بالطبيعه نتاع الناس حفاظا على كرامتهم وكرامه الصغيره. قبل ما نصورهم شاورتهم قلت لهم نسالش نصوركم، هو بداوا يضحكوا ساكن وكل شيء ويقربوا وفرحانين وكل بالطبيعه. وانا ريت اللي انت عملت معناتها مسيت التصاور شويه باش تغطي لهم وجوههم وباش يبداوش ظاهرين بالطبيعة، وذي حاجة مهمة جد. اليوم كيفاش شنو يستحقوا الناس هذوما باش الناس اللي قاعدة تسمع فيه كريم ينجموا يتفاعلوا معاه؟ فوالا باش نقولك حاجة، احنا هزينا لهم كيف رجعت لهم المرة الثانية، هزيت لهم برشا حوايج برشا سبابك هذيك صح، هزينا لهم معناها مشينا قضينا لهم قضية خاصة بالصغار غاديك معناها باش ياكلوهم، أصلا ما تلفتوا لهمش معناها تحس الصغار ممكن انت صغير عيش في وسط عائله كي تهزوا قضيه كيما هكاك يبدا ملهوف عليها، حتى كيما سينس ياكلها يمشي يجري معناها شوكولا ولا بسكوي ولا اي حاجه. هذوما جمله معناها اون ديغي ما تيل حتى شيء صغير، هذاك حطوهم اللوطه وقعدوا يلعبوا على رويحهم. الحوايج كيف تفرتت معناها حتى حاجه ما هي باش تكون عندها قيمه في وسط الاطار اللي هما عايشين فيه. الصغار هذوما ماهوش محققين اعانات ظرفيه، اعانات ظرفيه تسوى باش تهز حوايج راهم ما عندهم حتى قيمه، وقت اللي الصغار عندهم اشهره كي نقول لك اشهره ما داوشوش وجوههم ما تغسلتش، الحوايج نتاعهم ساقيهم بكلهم الروايح المنبعثه منهم مساكن يسخفوا، معناها صغار ماهوش قاعدين لا عايشين طفولتهم لا عايشين انسانيتهم. انت باش تهز اعانه ما فماش وين باش تتحط الاعانه هذيك تحت. هما في انا منطقه قلت ريم الاشكاليه الكبيره المصيبه والكارثه اللي هو في وسط المدينه الجديده ثلاثه اللي هي كلها عمارات وكلها قهاوي مزخمه كلها مساحات تجاريه كبرى. احنا عندنا لهنا نسكنوا عندنا قديش البقعه هذيك ما نعرفش كيف ما عرضونيش الصغار بالصدفه، خاطر ثم سور ثم بنيه طايحه ما عرضونيش بالصدفه وتبعناهم انا بدي ما نفيقش بها انا البقعه هذيك. ريم احنا باش نكونوا عمليين اكثر باش نحاولوا نعاونوا اكثر بالصحيح، على خاطر الكلام اللي تقول فيه بالطبيعه الواحد يراه قدامه مالوغوزمون ولينا نراوهم المشاهد هذوما في تونس. ما لازمناش نغطيو عين الشمس بالغربال، وكما انت قلت صغيرات ما همش عايشين طفولتهم ما يعرفوش معناتها اصلا معناتها لانسوسيونس البراءة. الواحد اللي هو صغير ما يهموش في حاجات ما عندوش مسؤوليه، كما انت قلت صغيرات خليوها كل حكايات اللي انتم جبتوهم وقعدوا يلعبوا، خاطر يمكن عندهم كل وقت هذاك برك باش يلعبوا باقي النهار يخرجوا يلموا مع والديهم. ولاد عمره 6 سنين مش مقيد اصلا، ما عندوش هويه موجوده في البلاد هذيه وخارج نطاق الحياة. اليوم فما مؤسسات مسؤولة زادة على الصغيرات هذوما، نحكي على وزارة الشؤون الاجتماعية، نحكي على وزارة المرأة والشباب والطفولة، نحكي على المندوبيات الجهوية للشباب والطفولة. هذا موجود في المدينة الجديدة كما قالت ريم، في المدينة الجديدة ثلاثة وين فما ريزيدونس وين فما معناتها مدينة جديدة بالحق معناتها ومبنية بالقدية وغيره. فنهيئوا زاد الإنسان كما نبنيه العمران هذاك نبنيه الإنسان زاد، وهذه حاجة مهمة جدا. شنو اللي يوصل العائلات لها الشيء هذايا؟ سؤال بطبيعة مهم، لكن الصغيرات هذوما ما عندهم فيه حتى ذنب. فلذلك الناس اللي قاعدة تسمع فينا بلدية بن عروس المندوبية الجهوية للطفولة ببن عروس، مرحبا بكم، احنا نجمو نحطوكم في كونتاكت مع ريم باش تنجم تقول لكم وين الصغار هذوما موجودين، وين العائلة هذايا موجودة، وكيفاش تنجموا تسعفوهم على خاطر في حالة بالحق خطيرة. ريم شكرا ليك، بارك الله فيك اللي قدمت الشهادة هذه، يعطيك صحة اللي انت عملته ديجا، وشكرا اللي قدمت الشهادة هذه مباشرة لهنا في اي اف ام. خليكم معنا على خاطر من المدينة الجديدة للناس قاعدين يبعثوا لي توا كيفاش نعملوا باش نتصلوا بريم ولا باش ناخذوا لي كونتاكت، بالك شحنا زاده نجموا نعاونوا. مرحبا بكم على 58 550 707، نجموا تبعثونا دي ميساج ولا دي ميساج على واتساب ولا تكلمونا مباشره. من المدينه الجديده نمشي ونحكيو
على ظاهرة أخرى، ظاهرة أخرى اللي هي موجودة ومن غير ما نخبيها، العنف داخل الملاعب. ومرة أخرى قضية عمر العبيدي، ومرة أخرى جماهير متاع جمعية رياضية، المرة هذه CSS تتعاطف مع القضية هذه وتلقى روحها في مواجهة مباشرة مع قوات الأمن. التفاصيل مع شكون يقول لي هو ضحية العنف الأمني، اسمه مهدي، تسمع حكايته وتتسويت مع الناس. شكرا لكم للناس الكل اللي قاعدين يتبعوا فينا، للناس اللي قاعدة تسأل كيفاش ينجموا يتبعونا ويمكن عندهم مشاكل في البث في الجهات متاعهم، ونقول لكم مرحبا بكم، تنجموا تشاهدون على الـ AFM TV مباشرة، تنجموا تدخلوا توا على الباش فيسبوك راديو AFM، تسمعوا كل البرامج وتشاهدوا كل البرامج. مرحبا بكل المشاهدين والمستمعين. كيف ما قلت مرة أخرى نحكيوا على العنف داخل الملاعب في علاقة بقضية تعلم عوم اللي تشهرت توا، بقضية تعلم عوم، قضية عمر العبيدي ربي يرحمه وينعمه ويظهر حقه. زادة المرة هذه نمشيوا لصفاقس في مقابلة كورة، جماهير النادي الصفاقسي رفعت شعارات تضامن مع قضية عمر كما صار جمعية الترجي الرياضي التونسي. الشعارات هذه تسبت في اندلاع اشتباكات بين المشجعين والأمنيين، ومهدي واحد منهم اللي باش يقدم شهادته اليوم يقول اللي هو تعرض خلال الاشتباكات هذه لاعتداء شديد على مستوى الضلوع متاعه، ودزوه وطاح على راسه. الغريب في الحكاية هذه أنه مرة أخرى نقطة استفهام على التعامل بتاع القوات الأمنية في وسط الملاعب. الناس يقول لك يجاوبوا في العنف بالعنف، فما شكون يقول لك فما مبالغة في العنف، فما شكون يقول لك ما فماش، علاش فما أصلا عنف في وسط الملاعب وناس ماشي تفرج في مباراة كرة القدم وناس قاعدة تعبر على رأيها في حاجة لا لتأسيس الرياضة صحيح، لكن زادة وقت اللي الأمور تكون قضية شعبية وقضية بلاد كاملة. زادة كيفاش هل يمنع الجماهير أنهم زادة يعبروا على رأيهم باللي بونكارت ولا باللي ميساج؟ هذا الكل يتحكي فيه وبش يتحكي فيه برشا. لكن المرة هذه باش ناخذ الشهادة متاع مهدي المشجع اللي يقول لي هو تعرض للاعتداء. مهدي مرحبا بك. ألو عسلامة. شكرا لك يا مهدي اللي أنت موجود معنا. عايشك بك. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا. عايشك. تحية اللي أفهم. شكرا لك يا مهدي. أنا نعرف اللي أنت من أحباء السياسات، تحية للناس الكل اللي تحب السياسات زادة من المشجعين بتاع الجمعية الرياضية هذه. شو ما اللي صار في استاد، شنو ما الحاجات اللي ترفعوا مساندة القضية عمر العبيد يرحمه وتعلم عوم؟ هي الحكاية أنه احنا طهنا الاستاد معناها دقيقة 90 يعني تعرفوا اللي جمع اللي فاتت معناها ثم محكمة متاع خونا عمر صحيح. اللي تأجلت معناها الجماهير، يعني هذه راهي قضية تونس كاملة، سوى جمهور نادي الصفاقسي ولا جمهور أي جمهور تونسي، معناها قضية الجماهير الكل. دقيقة 90 معناها مازالت 5 مينيت على الباركي، غنينا على غناية اللي هي خونا عمر إن شاء الله في الجنة، يعني لما سينا من الدولة معناتها غنيتوا غناية، ما رفعتوش شعارات ولا شعارات ضد الأمن ولا غيره. احنا خارجين من الساد، فما حتى مس للعوان ولا الامن ولا اي حاجه في نفس الدوله. تعبير من الجمهور اللي هي حريتنا احنا باش نعبدوا على خونا الله يرحمه زاد بالمناسبه، امين. معناها ما فيها حتى مس ولا الدوله ولا حاجه. ما راني كان ما طلعوا من قعدت في اخر العباد انا خاطر معناها كيما تتبع في بالكوره في بارتي اخرى نتبع فيها، قعدت في اخر العباد ما جاش البالي معناها الامن باش يعمل فينا هكا. طلع لي يجري معناها واحد جاني يجري وانا بحث المدرج الفوق، ضربني بالمتراك معناها مقلوب في جنبي. وبعد جيت باش نهرب انا معناها نوقع من نهرب نوقع برشا معناها كل عوان فهمت. نقصت جيت باش نقص من السير الفوق وانا دزني ديريكت دزني تحت على راسي. لطف عليك. فقدت الوعي انا. ريك سوي عايشكم. فقدت الوعي انا ديريكت. يا اخي رجعوا لي زوج صحابي معناها رجعوا لي جاري وخرجوا بي انا وقت معناها اللي جاب الفيديو بالتوثيقات معناها اللي جاوني راسي كله بالدم خارج فاقد الوعي جمله. قوه الغاز خلتنا معناها ما نتنفسوش الكل دخت معناها يعني واحد ملتوخ على راسه مدموغ وفوق هذا الكل غاز يعني معناها
كاين يهود في وسط الملاعب، هو ما عنده حتى دخل يا صديقي، الدي ان ايه ما ندخلوهاش في الحكايه هذه، احنا مستنسنا نقولوا يقولوا الكلام هذا، لكن هو يعني كلام غلط. لا. مثالش انا نصح ومثالش يا مهدي، سامحني معناها لا صديقي نصحح للناس اللي تسمع وكها، كل انسان حر في معتقده. وي هذه كي انت ترى امن اللي انت تتحمى به واللي انت معناها هو اللي ستاندك، ترى روحك انت عاملك هكاك، انت بشنو انت تفسرها يعني داخل باش هو هذا هو هذا الواحد اللي توا مانيش فاهمينه، معناتها توا كي نحكيو فيها الحكايات هذي. انا ساعات والله حتى في الكيس ساعات يوقفونا شرطة مرور ولا يقول يا تتحاملوا على القوات الأمنية، كل نهار تجبدوا فينا، كل مرة تحكيوا في الحكاية هذي. يا أخي احنا راهو ما فما حتى تحامل على حتى قطاع، راهو أول حاجة اللي يعمل هو مسؤول على اللي يعملوا، هذه حاجة نعاودوا ديما نقولوها، لكن لازم نفهموا علاش موجود هالعنف هذا الكل في وسط استادات، علاش هذا العنف المفرط الكبير، الشيء اللي راهو في كل مرة في استادات التونسية، معناتها راهو مواجهات في العالم الكل يصير في كرة القدم وكل شيء في بعض البلدان في بعض البلايس، لكن زادة في تونس نحبوا نتسائلوا، هي مقاربة زادة اجتماعية مش كان أمنية برك، شنو هو اللي يخلي الجمهور نتاع الكورة يتعرض في كل مرة للعنف نتاع الأمن؟ ما قلناش الناس مليكة من ناحية الجمهور، وما قلناش الناس مليكة من جهة أخرى، لكن زادة لازم نفهم، ولازم زادة وقت اللي يصير اعتداء معناتها مثبت وموجود لازم يتحاسب. اما شو يقول لك الشباب هذوما اللي مش اول مره، معناتها مش مهدي اول شخص يتكلم في الحكايه هذه، معناتها يقول لك انا لوين باش نشكي، معناتها اخر واحد قال لي باش نشكي المولى، انا ما عنديش كون باش نشكي، يقول لك انا باش نشكي القوات الامنيه، هي الخصم والحكم، ومعناها كيفاش باش نعمل، معناتها هذا هو اليوم السؤال، معناتها وقت اللي يصير اعتداء في استاد، السؤال الاكبر والاهم والاسهل في التطبيق، علاش ما فماش دي كاميرات سورفيونس باش كل واحد ياخذ الحق نتاعو، باش كل واحد يغلط يتجاب، كيما اللي يقلع كرسي وكيما اللي يكسر انبوبه وكيما اللي يعتدي هو على الامنيين يتعاقب، ووقت اللي امني زاده يتجاوز الخطه الوظيفيه نتاعو ويعتدي يتعاقب. معناتها وين الاشكال؟ مانيش فاهمه مهدي، انا نحب نعرف انت علاش معناتها مشيت شكيت، مشيت وثقت الاعتداء اللي صار عليك، قلت لكم يا بدخت كان عندك مصاعب اللي انت تتكلم من الاول، معناتها كيفاش؟ انا معناها هزوني الاولاد، معناها روحوا بيا للدار، معناها على اساس سخون، معناها ما حسيتش بالضربات على الاول. بعد ذاك شيء فتني، معناها راهو اللي راسي يهبط في الدم وانا نتوجع معناها بظهري. من بعد وبلش تكيت في الدار درجين، فقدت يعني النطق، فقدت الوعي، معناها نتكلم كان بعينية. تعرف قلب الأم منتي، كلمة أمي تجري، أصحابي معناها جاوا أصحابي هبطوني للسبيطار، يعني دخلوني السبيطار عملوا لي تحليل، قالوا كما تجيب الفلوس، يعني قلت لهم الدولة اللي ضربتني واللي عمل فيها كي، وكما نجيب الفلوس باش داويني، قالوا لي نعم. عملوا لي تحليل، عملوا لي تصاور، ما ظهرت لهمش الكسور، بعد عملوا لي سكانير ظهرت لهم اللي عندي عظام بعدت على بعضها وزوز كسرات في شرسوري معناها من تالي، معاملة رضريضة في الراس، ومعناها رفضوا ان معناها قعدوا كما نقولوا خايفين، معناها على السيرتيفيكا والكل، معناها سمعوا بيا تضربت في استاد، يعني كان لي حاجه عيب. لكن هذا حقك اللي انت توثق الاعتداء اللي صار عليك باش تعرف شنو تعمل زي كذا. وانا ديجا وثقت معناها وصلت للمنظمات الكل، وصلت معناها ديجا للسلطات العليا، معناها الحمد لله معناها ما خلاها بيا حد، بيتوني معناها ليله في السبيطار، الغدوه حي معناها في سبيطار الحبيب بورقيبه اللي هو اكبر سبيطار معنا في ولا اكبر سبيطارات في تونس. يجيني يقول لي احنا مش نخرجوك خاطر ما عندناش سرير اللي بعدك، انا انسان اللي انا يجيك طبيب الصباح لازمك تحت المراقبه، وبعد العشيه يجيك طبيب خاطر ما عندهمش سره في وسط السبيطار، يقول لك لازمك تخلي بلاصتك باش نعطي، لازمك تخلي بلاصتك لغيرك، ويجيني يقول لي معناها تو نعطيك ورقه نتاع خروج بروفيزوار معناها والسيرتيفيكا اجى غدوه خوها. قلت له لا انا راني مانيش خارج من السبيطار كما ناخو سيرتيفيكا اللي هي مش تضمن لي حقي ولا غمن لي، سيرتيفيكا كانت تستحق اكثر من 30 جور يعني ان موا، عطوني 22 جور يعني حاجه معناها دشت، معناها اللي انا تواكا معناها جاني طبيب خاص وكل هي تستحق اكثر من هكا. يعني 22 يوم راهو معناها
معناتها الاصابات خطيره وكل معناتها 22 يوم ديجا ماهوش شويه مع السبيتار ولا من غير السبيتار معناتها مهما كان. نعرف ما انا نحب حقي 100% ما نحبش. عندك حق مهدي عندك حق ومضاع حقا وراءه طالب معناتها كل ما انت باش تطلب حق ان شاء الله تلقاه هذا صحيح. أنا اللي ضربني معناها هو بيت تحت تحت عائلته وكذا، أنا بيت في السبيطار، أمي الأربعة نتاع الصباح معناها تجري وتجري، أصحابي مسكنات معناها اللي قصا على قرايتهم تعرف بريود دفوار اللي ما يخدم ما خدمش اللي من صباح ربي معناها يجري للطب وكذا وكذا، اللي معناها ماكلات اللي اللحظة هذه معناها العباد بالورود يتعبت وبالحق نشكرهم أصحابي وحبيبي ونشكر معناها يسام اللي قامت بالواجب. نشكر الإذاعات اللي جات، نشكر الناس الكل. مرحبا بك يا مادي وهذا العادي، واحنا نحبوا نوصلوا صوتك ونوصلوا الشهادة هذه، ومرة أخرى ما فما تحامل على حتى سيكتور، بالعكس معناتها أنا احنا ماذا بينا كل حد ياخذ الحق نتاعو، ماذا بينا لي فيرسيون يجيونا من الزوز جهات وماذا بينا نسمعوا، معناتها احنا كان السيد هذايا مهدي يقول لك عندي سيرتيفيكا من سبيتار نتاع 22 يوم، يقولوا لي ساعات شبيك تسمع كان من عند مهدي بالك فما مبالغة بالك فما مغالاه بالك فما باهي سيد مهدي هذايا يقول لك شنو اللي صار عليه، ماذا بينا لو عندنا شهادة من العون الأمني اللي تدخل معاه، مالوغوزمون ما نجموش نلقاوه وما نجموش نعرفوه شكون، دونك الميساج لشكون يتوجه؟ للناس اللي عندها سلطه انها تنجم تطلع الشخص هذا اللي قام بالاعتداء وتنجم تصلح الامور، هذا شو نجموا نعملوا بوغ لو مومون حتى لين زاد الامور يمكن تتحسن، واليوم مهدي يحكي على 3 ملفات لازمهم 8 برامج مش برنامج لي ب 27 دقيقة، على كل شكرا لك يا مهدي على الشهادة نتاعك مرة أخرى باللطف، الحمد لله على اللطف، الحمد لله عليك وباللطف على الوالدة نتاعك، نتصور الفجعة نتاعها، الحمد لله اللي أنت لاباس وكلمتنا اليوم وإن شاء الله تاخذ الحق نتاعك، الشهادات هذيا زادة مهمة وقت اللي توصل وقت اللي تسمع حتى للقوات الأمنية وحتى للكوادر في القوات الأمنية لتعديل زادة الأمور، راهو مهم جدا أنه نسمعوا الناس شنو قاعدة زادة تعيش، وحاجة أخرى زادة نبهني إليها أمين وعنده الحق اليوم في قضية عمر العبيدي وقضية تعلم عوم، ومرة أخرى ربي يرحمه وينعمه ويظهر له حقه، ريتوا قديش ما عادش ألوان الجمعيات مهمة، الناس الكل تسعى باش تعرف الحقيقة باش تعرف الحق وين، لا يهم جماهير الترجي الرياضي التونسي اللي رفعت شعارات باش يظهر الحق نتاع عمر العبيدي ولا جماهير السي اس اس، معناها الحكايه بوحدة زاد الناس الكل باش تفهموا زاد حجم القضيه هذه، والناس شنو تستنى؟ تستنى في العدل، ما عادش يهمها هذا تبع شكون وتبع انا جمهور. خليكم معنا احنا بعد الحكايه هذه باش نهزوكم ونحكيوا على حاجه باهيه صايره في ولايه القيروان بعد شويه في مع الناس. شكرا لكم الكل على الاستماع، شكرا للناس اللي قاعدين يبعثونا زادة في الميساج من أي بقعة في تونس، الناس اللي تحب تتواصل معنا على ذمتكم ديما 58-550-707 لي تطبيقة واتساب كما الناس الكل عندكم في تليفوناتكم باش نسهلوا عليكم، تبعثونا تصاور اللي تحبوا تبعثوهم، الوثائق اللي تحبوا تبعثوهم ولا الفيديوهات زادة، هكاك نجموا ندرسوا الحاجة اللي باش تتعدى والشهادة اللي باش تتعدى وتكونوا انتم مراسلين مواطنين يوميا. نحبوا نحكيوا لكم على صاير في القيروان ونحكيوا على مبادرة يقوموا بها شباب المنطقة لفائدة الصغيرات في المستشفى الجهوي بالقيروان، المساهمين في الأكسيون هما مجموعة القيروان البيا للأعمال الخيرية ومجموعة أدوني غراتويتمون، وتتمثل في حفل تنشيطي للصغيرات وتوزيع لبسة العيد. قولوا عب عليهم، تعرفوا قديش صعيب على الصغيرات أنهم يكونوا موجودين في مستشفى وهما في حالة مرض، وربي يشفي الجميع وربي يشفي الصغيرات الكل، وإن شاء الله يا ربي يرجعوا يحيدوا في ديارهم وبين عائلاتهم. يحبوا هالمجموعة هذه يدخلوا البهجة على قلوبها الصغيرات هذوما ويفرحوهم مع اقتراب عيد الفطر. احنا معنا إيهاب ناشط في المجتمع المدني وصاحب جروب القيروان البيا باش يعطينا أكثر تفاصيل. مرحبا بك يا إيهاب. مرحبا بك أختي، مرحبا بك أختي المستمعين يا فهم. شكرا لك اللي أنت موجود معنا ويعطيكم الصحة على المبادرة هذه. هذا أول عام إيهاب. ما سمعتكش يا أختي. حبيت نقول لك هذا أول عام تعملوا فيه المبادرة هذه. احنا نخدموا على طول العام، ما اول عام الاكسيون تاع العيد تكون بالطريقه هذه. جميل، علاش خممتوا علاش الاكسيون هذه بالذات؟ يا اختي كيما تعرف في السبيطار عندنا الصغيرات اللي عندهم قصور كلوي ولا مرضى السكري يطولوا برشا في السبيطار، ومعناتها ونفسيتهم تبدا تعبه برشا من الدويات ومن معناها ناس تصفي حشك في الدم وحشا يسمع معناتها ربي يشفي الجميع ما ربي يشفيهم ان شاء الله، معناتها النفسيه نتاعهم تبدا تعب على الاخر فهمتني، وتبدا ظروفهم ما هي خاصه تبدا ظروفه صعيبه وما هياش باش يقدر يشري لبس العيد وكذا، وزيد يعدي عيد مثلا موجود في السبيطار ولا يخرج قبل بنهار معناها جوست باش يعيد وبعد يرجع فهمت شنو هو،
حابين ان ندخلوا الفرحه للقلوب الصغيرات هذوكم، باش حتى كي يخرج قبل العيد على الاقل يخرج عنده لبسته لبسه جديده ولعبه العيد يعطيك الصحه. هذه هو به اليوم ايهاب، انا نعرف اللي برشا ناس في تونس الكل في القيروان زاد يسمعوا فيك، واكيد راي برشا ناس تحب تساهم زاد، ما نعرفش انتوما قديش الاوبجيكتيف نتاعكم من صغير، اكيد راكم شفتوهم وتعرفوا العدد نتاعهم، قديش العدد اللي تحبوا توفروا لهم لبسه العيد ولعبه العيد؟ احنا توا عنا 30 صغير معناها قاعدين نخدموا عليهم فهمتني، ما شاء الله معناها اصحاب الخير كل مره يتصلوا بنا وكل واحد ما يساهم معناها باللي يقدر فهمتني. باهي، كان ناس اخرين يحبوا يزيدوا يتصلوا بك ايهاب شنو يعملوا كيفاش؟ ينجموا اذا كان في القروان ينجموا يتصلوا بي انا ايهاب ماجري، ولا اعطينا نمره تليفون يا ايهاب 23 ايوه 23 996 389 نعاودوه ترى 23 996 389 باش نعاودو 23 996 389 للي يسمعوا فينا من القيروان ولا من تونس الكل تنجموا تتصلوا بإيهاب. 30 الصغير برشا ناس ديجا قاعدين يتكلموا يحبوا يشيو لهم لبسة العيد وصبات العيد ولعبة العيد، دونك انتوما تنجموا تساهموا كل قدير وقدروا كيفاش ينجم يفرح الصغيرات هذوما، وكي تاخذوا المعلومات من عند ايهاب تعرفوا لي تاي وتعرفوا شنو لازم وشنو اللي ناقص وشنو اللي تنجموا تقدموا هكا ولا ايهاب؟ اكيد جدا، واحنا باذن الله السميع العليم يعني ان شاء الله نكملوا حملتنا هذه وباش نواصلوا زاد لصغيرات اخرين يعني اكيد اكيد كانت توفر الامكانيات علاش لا؟ اكيد جدا باذن الله باش نواصلوا لصغيرات اخرين وباش نحاولوا ان زاد ننتهروا صغيرات ان شاء الله، موافقين وان شاء الله ربي ييسر ناس الخير باش نفرحوا الناس المستحقه والناس الزوية ولايات. برافو عليك يا ايهاب، برافو عليكم الكل اللي قاعدين تنشطوا، وانا قاعده نرى في برشا شبيبة يعملوا كيف في كل بلاصة اللي قاعدين يحاولوا اللي قاعدين يحاولوا يعاونوا يفرحوا الناس الكل. شنو هو العيد كان ماهوش فرحة الصغار زادة، مهما كانت الإمكانياتهم الصغار الكل من حقهم أنهم يفرحوا في العيد هكيكا كيفاش فرحته تكمل. على كل شكرا لكم اللي انتم تبعتونا من مدي ساعة ونص حتى المدي ساعتين، ديما نفكركم التليفون على ذمتكم 58 550 707. شكرا لك أسامة سعفي، شكرا لك شادي اليوم اللي معايا، مرسي بوكو أمينوس في الإخراج والمرافقة، شكرا لكل فريق الإخراج الرقمي إيهاب عبدو منفوسين نحن إيهاب خاطر لا بديت تعب متاع اشتر الثاني تاع رمضان على الأولاد، فكل واحد يعمل في الانتربريتاسيون متاعه. على كل ردوا بالكم على رواحكم، ردوا بالكم الطقس البرة دنيا شوية مطر كان خارجين توا، أنا نخليكم مع بقية برامج إي إف إم، كنت معاكم زينب مالكي، خليكم مع بقية برامجنا شهية طيبة في دمين مع الناس في نشرة أخبار المواطنين. أنت الصحافي اطلبونا على 58 550